كما تتبعتم قبل قليل تم افتتاح المؤتمر 18 لحزب الاستقلال في أجواء جد إيجابية، والجميع استقلاليات والاستقلاليون معبؤون من أجل إنجاح مؤتمرهم العام، وهناك مشاريع أوراق مهمة ستطرح داخل المؤتمر للنقاش ولتجويد، ومشروع مجموعة هذه المشاريع تشكل المشروع المجتمعي اللي كيقدمه حزب الاستقلال، هو المشروع اللي مأطر برؤية الحزب وبإيديولوجيته في التعادلية الاقتصادية والاجتماعية، وسيكون هناك نقاش عميق داخل المؤتمر في هذا الصدد. ثم كذلك المؤتمر هو واحد اللحظة ديمقراطية بامتياز، حيث من المنتظر أن يفرز قيادة جديدة للمرحلة المقبلة في حياة الحزب. المهم لدينا الرهان الأكبر هو أن يخرج الحزب من المؤتمر منتصرا قويا متماسكا قادرا على أداء أدواره الدستورية والسياسية، وقادرا كذلك على دعم ومواكبة الإصلاحات الهيكلية الكبرى التي يقودها جلالة الملك محمد السادس نصره الله.